حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الموقع بوست: وزير الأوقاف يطالب الأجهزة الأمنية بإنقاذ من تبقى من خطباء عدن. ومن جولتنا في الصحافة الفرنسية: اللومون تقول السعودية لم تنزعج من الاحتجاجات في عدن ضد حليفها هادي. صحيفة التايمز: مقتل امرأة يؤثر على العلاقة الكويتية الفلبينية. هاف بوست: العالم يحتاج 600 ألف طيار خلال السنوات القادمة. أهلا بكم في الموقع بوست. عنوان حول ما تشهده مدينة عدن، ويقول الموقع: وزير الأوقاف يطالب الأجهزة الأمنية بالتحرك السريع لإنقاذ ما تبقى من خطباء وعلماء عدن. وقال الموقع إن وزير الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطية ناشد وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التحرك السريع لإنقاذ علماء ودعاة عدن، وقال: كل يوم نصحو على جريمة اغتيال لإمام أو خطيب أو داعية، نناشد الأجهزة الأمنية بالتحرك السريع لإنقاذ ما تبقى من الخطباء والعلماء. واعتبر الوزير الاغتيالات التي تطال العلماء والدعاة بأنها جرائم بحق الدين والوطن والإنسانية، يراد منها بقاء المجتمع مظلم من علمائه ودعاته. الجدير بالذكر أن أكثر من 16 خطيبا وداعية من أبناء عدن قد تم اغتيالهم وهم في طريقهم إلى مساجدهم لإمامة الناس أو إلى مقر أعمالهم لتدريس العلم الشرعي، والذين كان آخرهم اغتيال خطيب جامع الثوار بالمعلى الشيخ شوقي كمعدي. إلى العناوين الرئيسية في صحيفة أخبار اليوم، نبدأها من الضالع. السلطات الأمنية بالضالع تفرج عن ضباط الحرس وتعيدهم إلى قاطبة. ومن عدن: قيادي في المقاومة يكشف عن مخطط اغتيالات يستهدف قيادات ورموز جنوبية. ودبلوماسي غربي يقول: حرب اليمن ستستمر لأمد بعيد بسبب المتحكمين الخارجيين بمسار المعركة. وعنوان: عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بغارات لطائرات التحالف في حجة. أسئلة الأجيال تحت هذا العنوان كتب سعيد يقطين مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في جزء منه: لقد ظل الفكر العربي الحديث منذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قائما على رد الفعل على ما يفرضه عليه الآخر، وفي الوقت نفسه كان يفكر في الواقع مما يستمده من فكر ذاك الآخر. أقصد بالآخر هنا الغرب الذي كان بالنسبة إلينا تحديا حضاريا وقوة اقتصادية، لكن هناك آخر وهو التراث الذي بقي يشكل بالنسبة إلينا النموذج القابل للاستعادة. لكننا في خضم التعاطي مع الآخرين معا كنا مسلوبي الإرادة والإدارة، ولم يكن عندنا سوى رد الفعل في صوره المختلفة والمتناقضة، فأنى لنا أن نطرح السؤال الملائم على المستوى الثقافي والفكري للخروج من الوضع التاريخي الذي وجدنا فيه أنفسنا منذ الاحتكاك مع الغرب. ما هي حصيلة هذه الصيرورة التي عاشتها أجيال متعددة إلى الآن؟ استنفدنا علاقتنا بالتراث لأننا لم نفكر فيه بطريقة جدية. لقد توقفت الاجتهادات في الدين في العشرينيات من القرن الماضي، والمشروعات التجديدية للتراث من منظور أيديولوجي أبانت عن انتهائها. ويكفي أن نطلع على ما يكتب في هذا الباب وإلى ما ينشر، وأن ننظر في واقع التيارات الدينية لنجدها تعاني فقرا شديدا على المستوى الإبداعي في الفكر الديني. الفكر الأوروبي الذي اتكأنا عليه منذ نهاية الحرب الثانية إلى الآن لا نواكبه ولا نتعرف عليه، وهو أيضا بات بدوره يعاني من التحولات الطارئة على المستوى العالمي بسبب الرقامة، وليس له مركز توجيه يستقطب الأسئلة ويوحد المشاريع. وحتى الخضر الذين حاولوا أن يكونوا بديلا عن الحمر صاروا حركة احتجاجية أكثر منها تمثيلا لرؤية للعالم. يتابع عدن الغد سير الحياة في واحدة من المديريات المحررة في الساحل الغربي، ويعنون الموقع: مديرية حيث تنعم بأمان الشرعية بعد التخلص من احتلال الحوثي. ويقول الموقع: تعيش حيث أسبوعها الأول بعد التحرير وعودة الحياة إلى طبيعتها في هذه المدينة الاستراتيجية بعد تمكن المقاومة اليمنية من تأمين الأطراف الغربية والشرقية
للمدينة، وتشهد مديرية حيس انتشار وحدات أمنية في معظم أرجاء المدينة بهدف تأمينها، كما تواصل فرق الألغام إزالة شبكات الألغام التي زرعتها الميليشيا. وقال مصدر بالمقاومة إن قوات الشرعية المسنودة من طيران التحالف العربي تستعد لشن حملات تمشيط واسعة للمزارع والمناطق التي تتخذها جيوب الميليشيا أوكاراً لها. ويمثل تحرير حيس أهمية كبيرة كونها تمثل منطقة استراتيجية للميليشيات الحوثية، لأنها تقع على خط الحديدة تعز والخوخة الحديدة، فضلا عن أنها تمثل عملية مفصلية في تحرير الحديدة كونها على مفترق طرق، إذ تفتح الطريق إلى الجراح وبيت الفقيه ثم إلى مدينة الحديدة. تمتاز مديرية الخوخة بأراضيها الزراعية الخصبة، لكن ميليشيا الحوثي قبل أن تغادرها مجبرة فخخت الأرض وزرعت فيها ما يهدد الحياة، حيث عثرت قوات الجيش الوطني والمقاومة التهامية على مخزن أسلحة وصواريخ خلال عمليات مداهمة وتمشيط نفذتها لمزارع في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. وقال مدير دائرة التوجيه المعنوي في المقاومة التهامية أيمن جرمش لموقع المشاهد إن قوات الجيش الوطني والمقاومة مشطت عددا من المناطق المحررة جنوب شرق مديرية الخوخة وعثرت على مخزن أسلحة وصواريخ تابع لمسلحي جماعة الحوثي. وأضاف جرمش أن المخزن يحتوي على أجهزة تحكم عن بعد تابعة للحوثيين، حيث كانوا يستخدمونها في عمليات تفجير العبوات الناسفة. يضيف الموقع: يأتي هذا فيما تتواصل عمليات الجيش الوطني والمقاومة في مناطق الساحل الغربي، فيما وصلت قوات الجيش الوطني إلى مشارف مديرية الجراح جنوب محافظة الحديدة. انقلابات العسكر أم ثورات الشعوب؟ تحت هذا العنوان كتب مصطفى الدروبي مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا: لقد أوصل العسكر البلدان إلى الطرق المسدودة، حيث غابت التنمية الجادة وانتشرت عشوائية المدن وعمت البطالة وزاد التضخم في اقتصاداتها ودمرت بنية القطاع الزراعي، ما عرض السواد الأعظم من الشعوب إلى الفاقة والحرمان، وأصبح تأمين لقمة العيش الكريمة عزيزة عليها، خصوصا بعد الأضرار البالغة التي لحقت بالطبقة الوسطى وانزلاق أغلب شرائحها إلى القاع الطبقي المعوز. يضاف إلى ذلك سطوة الاستبداد للفئات الحاكمة ونمط استهلاكها الاستفزازي وسرقة المال العام والاستحواذ على النسبة العظمى من الدخل القومي، وقد أدى هذا كله إلى انسداد الآفاق والسبل أمام أجيال شابة تعاني الحرمان والإخفاق والفقر والقلق، ليشكل كل ذلك التراكم الذي أدى إلى انعطافة ثورية في العالم العربي تجلت بثورات الشباب وحراكها الواسع في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، والتي سميت ثورات الربيع العربي في مناخ غاب عنه العمل السياسي عقودا، وافتقرت الجماهير لقدرات تنظيم نشاطاتها وحركاتها المختلفة، فنزلت بصدورها العارية محطمة جدران الخوف والرعب ومسطرة ملاحم من الرجولة والبطولة التي قل نظيرها، ساعية نحو إنهاء حقبة الاستبداد والفساد وأملة بالعبور نحو الدولة الوطنية العتيدة. لكن قوى الثورة المضادة كانت لها بالمرصاد، هذه القوى التي عملت على الدوام في أجواء من الاحتراس والتحفز لاحتواء أي حراك والعمل على قمعه إن تطور، من خلال جيش من المخبرين والعتاة تم تجهيزهم على أكمل وجه من أجل التصدي لقيامات الشعوب إن دقت ساعتها. من محافظة أبي، عنوان موقع سبتمبر نت في أحد تقاريره: الميليشيا تقتل شابا بالقفر وتضغط على والده وشقيقه المختطفين للتنازل. وقالت مصادر محلية لسبتمبر نت إن الميليشيا الحوثية أقدمت على ارتكاب جريمة قتل جديدة، طالت الشاب مراد غالب المرادي أحد الشباب مديرية القفر، أعقبتها بجريمة أخرى تمثلت بالضغط على والد الضحية وشقيقه المختطفين في سجونها للتنازل عن دم القتيل. وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيا الحوثية بالمديرية نصبت كمينا للشاب الأعزل من السلاح في منطقة عمدان، وأردته قتيلا بإطلاق رصاص الحي عليه على مرأى من المواطنين. وأكدت أن الميليشيا ذهبت إلى والد القتيل وشقيقه المختطفين من وقت سابق في سجونها بمدينة إب، وحاولت الضغط عليهما للتنازل عن دم ابنهم مقابل الإفراج عنهم ووقف ملاحقتهم. وبعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا.
أهلا بكم مجددا. جولتنا في الصحافة العربية والعالمية نبدأها من الصحافة الفرنسية وتحديدا من صحيفة لوموند، حيث أوضح الصحفي لويس أمبرت في مقال بعنوان يائست الرياض من إنهاء الحرب في اليمن، أوضح بأن المملكة العربية السعودية التي تشعر بضغوط المنظمات الإنسانية وحلفائها الغربيين تقول إنها مستعدة للبقاء في اليمن طالما اقتضى الأمر، مقتنعة بأن الحوثيين لن يتوقفوا عن القتال بمساعدة إيران. يضيف الصحفي الفرنسي في المقال الذي ترجمه بشير زندان لقناة بلقيس إن الرياض لديها أسباب ممتازة لعدم التردد في وضع إصبعها في الشأن اليمني، وهي تعارض اثنين من حلفائها اليمنيين الذين يؤكدون لها ارتباطهم الوثيق في حين يخنق أحدهم الآخر. أما بخصوص أحداث عدن الأخيرة فقد صرح مسؤولون سعوديون بأن الموضوع شأن داخلي يمني، ويبدو أن المملكة العربية السعودية لم تنزعج من الاحتجاجات التي تتصاعد ضد حليفها عبد رب منصور هادي الذي تحول إلى قتال مفتوح في المدينة في نهاية شهر يناير، مما أدى إلى مقتل 38 شخصا على الأقل. بعد أن صمت لأكثر من شهرين تجنب خلالها التصريح بذكر الشرعية أو التصريح المباشر ضد جماعة الحوثيين، اضطرت أزمة احتجاز عشرات الجنود والضباط في الضالع طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح لإطلاق تصريحات كشفت مرحلة من التنسيق بين حلفاء الإمارات شمالا وجنوبا ونقلها إلى مستوى علني، كما أظهرت استمرار المأزق الذي خلقه تواجد طارق صالح في عدن على الرغم من حضور أبو ظبي كطرف فاعل يسعى لفرض كلمته على مختلف الأطراف والتقريب بين خصوم الأمس. وكشفت مصادر قريبة من الحكومة للعرب الجديد أن التصريح الذي أطلقه طارق صالح جاء في سياق تخفيف الضغوط وحل أزمة احتجاز عشرات الجنود والضباط الموالين لنجل شقيق صالح في الضالع أثناء توجههم إلى عدن، بعد أن بدأ مطالبا قيادات جنوبية أن يكون هناك موقف له يتناغم مع إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي دعمه للمقاومة. وحمل تصريح طارق مضامين بدت كما لو أنها نتيجة لتفاهمات مطلوبة، اتمنى أن تحذو كل الأطراف حذو المجلس الانتقالي الجنوبي سواء بدعم المقاومة الوطنية لمواجهة الحوثي أو في التعبير عن المخاوف والمطالب السياسية المحلية والإقليمية التي سببتها أخطاؤنا جميعا وفق تعبيره. الدبلوماسي الأمريكي دينيس روس يكتب مقالا تحت عنوان ترامب يتكلم وإيران تتمدد، يتحدث فيه عن اليد الإيرانية التي تعبث بالشرق الأوسط ومواجهتها بالكلمات الأمريكية والوعود. وقال الكاتب في مقال أعادت الحياة نشره ترامب يرفع النبرة ضد الخطر الإيراني على مصالح أمريكا وحلفائها في الشرق الأوسط، ولكن كلامه لا يترافق مع سياسات عملية ولا يترجم أقواله إلى أفعال، وهو اكتفى بما سبق أن فعله أوباما، وصف كيانات إيرانية بالإرهاب والاقتصاص منها مالياً. وعلى الرغم أن أوباما كان يميل إلى انتقاد سياسة الاستيطان الإسرائيلي وعزوف دولة خليجية بارزة عن تقاسم النفوذ في المنطقة مع الإيرانيين، نزل على دواعي القلق الأمني في المنطقة، فمول نظام القبة الحديدية الدفاعي الصاروخي الإسرائيلي، وباع السعودية سلاحاً بعشرات بلايين الدولارات، وتعاونت الاستخبارات الأمريكية أمنياً معها في جبهة الخطر الإيراني. وإلى اليوم دعم ترامب الحلفاء في المنطقة رمزي، ولا يستخف الحلفاء بوزن هذه الرمزية ويرون أنها رسالة إلى الخصوم بأن واشنطن تدعمهم، ولكن الرمزية لا يعتد بها إذا لم ترفق بدعم ملموس. وعلى الرغم الإعلان الصاخب عن صفقات سلاح كبيرة إلى السعودية بقيت حبرا على ورق، وترامب قال إن إدارته ترمي إلى احتواء إيران أو جبهها في وقت يشكو العرب من تطويقها لهم وهيمنتها على أنظمة عربية. ولكن كيف ردت أمريكا على الخطر هذا؟ وقفت موقف المتفرج في سوريا حيث يتوسع الإيرانيون ويتمددون، وفي اليمن على رغم قصف مدن الجوار بصواريخ حوثية اكتفت الإدارة الأمريكية بتسليط الضوء على نقل السلاح الإيراني إلى الحوثيين ولم تبادر إلى عرقلة شحنات السلاح، على رغم حظر قرارين أمميين عمليات نقل السلاح هذه.
تنشر صحيفة التايمز البريطانية تقريرا كتبه محرر الشؤون الآسيوية فيها ومراسلها من القاهرة تحت عنوان جثة تقود إلى مقاطعة العمل في الكويت. ويتحدث التقرير عن منع السلطات الفلبينية لمواطنيها من السفر للعمل في الكويت بعد العثور على جثة خادمة فلبينية تعرضت للتعذيب في ثلاجة أحد المنازل هناك. وكانت جوانا ديما فليليس 29 عاما واحدة من ملايين الفلبينيين الذين يسافرون للعمل في الخدمة المنزلية أو في الفنادق أو كعمال بناء في شركات المقاولات. ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفلبينية وعدت بإعادة مواطنيها الراغبين بمغادرة الكويت، وتضيف أن أول دفعة من العائدين وصلت بالطائرات إلى مطار مانيلا. وتقول الكويت إنها ستجرب كل الطرق الدبلوماسية لثني الفلبين عن قرار منع مواطنيها من العمل في الكويت. ويقول دبلوماسيون فلبينيون إن 260 ألف فلبيني يعملون في الكويت، من بينهم 170 ألف شخص في الخدمة المنزلية. ومن الهاف بوست، أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو أن النمو المتوقع في قطاع النقل الجوي سيتطلب توظيف أكثر من 600 ألف طيار في العالم بحلول العام 2036، وهو رقم يمثل تحديا كبيرا بالنظر إلى شيخوخة السكان. وقالت الأمينة العامة للمنظمة فانغ ليو أمام مجلس العلاقات الدولية في مونتريال إن عدد الرحلات التجارية والركاب يتضاعف كل 15 سنة، ولكن اليد العاملة المتوفرة في هذا القطاع تتقلص. وأضافت أن هذا النمو يمثل تحديا بسبب عوامل عديدة، أبرزها الشيخوخة المحتومة للسكان وانخفاض الولادات وعوامل أخرى مثل انجذاب المواهب المستقبلية إلى قطاعات أخرى في التقنية العالية. وشددت الأمينة العامة لهذه المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة على أنه يتعين بالتالي على قطاع النقل المدني أن يبذل قصارى جهده لاجتذاب العمال المهرة الذين يحتاج إليهم والاحتفاظ بهم خلال العقود المقبلة. قال مفتي تونس عثمان بطيخ كما تقول القدس العربي إن عيد الحب ليس حراما، كما اعتبر أن الاحتفال بهذا اليوم جائز شرط عدم الخروج عن الأخلاق، ودعا إلى نشر المحبة بين الناس مشيرا إلى أن الإسلام هو محبة الله. وقال بطيخ في تصريح صحفي إن عيد الحب ليس حراما، وقول المتشددين إنه تقليد للنصارى غير صحيح لأنه لا يتم اعتناق دينهم أو مباشرة شعائرهم عند الاحتفال بعيد الحب، كما أن كل ما يقرب الناس ويجمعهم هو أمر جيد ومطلوب، مشيرا إلى أنه ليس هنالك أي مانع بخصوص الاحتفال بعيد الحب شرط عدم الخروج عن الأخلاق، فكل ما فيه مصلحة للناس لا إشكال فيه. وانتقد المفتي لجوء بعض الدعاة إلى اعتبار بعض المناسبات العامة إثما وحراما، مشيرا إلى أنه من الأجدر حث الناس على العمل والمحبة وحسن الأخلاق والتربية، لأن الحب يدخل في باب القيم الإسلامية، وحب الله هو الإسلام، وأن تحب الله يعني أن تحب كل الناس. تحرص صحيفة الجارديان البريطانية على نشر صور ساحرة من كل أنحاء العالم وما يميز صورها، نطقها دون الحاجة لكلمات، صورة واحدة تعادل آلاف الجمل والعبارات. نتابع بعضا من هذه الصور في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إذن بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.